السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا زميلتكم غادة عبد الباسط، الفرقة التانية بشري جامعة قناة السويس. هكلمكم النهاردة إن شاء الله عن مادة الفسيولوجي. يعني إيه فسيولوجي؟ لو قسمنا الكلمة لمقطعين هنلاقي إنها بتتكون من فسيو بمعنى نيتشر يعني حاجة طبيعية، ولوجي بمعنى علم. إذا فسيولوجي هو علم دراسة وظائف الأعضاء، النورمال فانكشن اوف ذا اورجانز. طب احنا ليه بندرس مادة الفسيولوجي ومهتمين قوي كده بيها؟ طبعا دكتور ناجي عرفنا اول سبب، وهو عشان نعرف انه وراء الخلق خالق. ولكن مادة الفسيولوجي بتعرفنا كمان ازاي كل عضو من اعضاء جسمنا بيشتغل، ازاي القلب بيشتغل، ازاي الرئة بتقوم بدورها، ازاي عملية التنفس بتحصل، ازاي الاشارات العصبية بتتنقل جوه جسمنا، وازاي في تكامل وترابط بين الاعضاء دي وبعضها. طب يا ترى ايه الموضوعات اللي هندرسها في فاونديشن 1؟ هوميوستاسيس، ثيرموريجوليشن، بودي فلويدز اند الكترولايتس، ترانسبورت اكروس سيل ميمبرين، ميمبرين بوتنشيالز اند اكشن بوتنشيال. اللهم ان كان هذا سحرا فابطل. هنعرف كل حاجه من دول معناها ايه واحده واحده. اول حاجه هوميوستاسيس. هوميوستاسيس معناها staying the same. هو ايه بالظبط اللي staying the same؟ الانترنال انفايرمنت اللي هي الاكسترا سيلولار فلويد. بنحتاج نحافظ على ايه جوه الانترنال انفايرمنت بقيمته الثابته؟ البودي تمبريتشر، تركيز الاكسجين وثاني اكسيد الكربون، البريشر. تاني حاجه عندنا هي الثيرمو ريجوليشن، معناها ريجوليشن اوف ذا بودي تمبريتشر، وازاي الجسم بيقدر يحافظ على درجه حرارته ثابته عند 37 درجه، وانه لو حصل اي تغير في درجة الحرارة دي يقدر يرجع درجة حرارته مرة تانية عن طريق الـ heat gain and heat loss mechanisms. بعد كده عندنا body fluids and electrolytes، هنعرف فيها توزيع المية في جسمنا وكمان توزيع الالكترولايتس اللي هما الصوديوم والبوتاسيوم، ما وراناش غيرهم. وهنعرف كمان ازاي بنحافظ على البالانس بتاعتهم. بعد كده عندنا transport across cell membrane، وده هيتشرح في فيديو لوحده ان شاء الله. بعد كده membrane potentials and action potential، والمقصود بيها هنا هو فرق الجهد على غشاء الخلية. بعد كده organization of circulation، المقصود بالcirculation هي الدورة الدموية، يعني الدورة اللي الدم هياخدها من وإلى القلب. هنعرف فيها ان القلب عنده مضختين، واحدة بتضخ الدم لللنج عشان يحصل تبادل للأكسجين وثاني أكسيد الكربون، ودي بنسميها pulmonary circulation، والمضخة التانية بتضخ الدم الباقي أنسجة الجسم فبنسميها systemic circulation. بعد كده micro circulation، المقصود بيها الدورة اللي الدم هيسلكها خلال small vessels. طبعا small vessels هنا مقصود بيها الشرايين والأوردة الصغيرة. بعد كده عندنا introduction of autonomic nervous system. الاوتونوميك نيرفوس سيستم هو جزء من الجهاز العصبي بيكونترول الانفولنتري بودلي فانكشن، يعني بيتحكم في العمليات اللا اراديه زي عمليه التنفس، عمليه ضخ الدم. بعد كده عندنا انترا سيلولار كوميونيكيشن، هنعرف فيها ازاي الخليه بتتواصل مع الخلايا التانية عن طريق كيميكال سيجنال زي الهرمونز او النيرو ترانسميترز اللي هي النوائل العصبيه. اخر حاجة عندنا هي synaptic transmission. يعني ايه synapse؟ يعني مشبك. ايوة مشبك، اتصال ما بين two nerve cells او بين nerve cell ومصل cell او gland cell. فاكرين cell membrane؟ هنعمل مراجعة سريعة كده على cell membrane structure. طبعا احنا عارفين انه بيتكون من three components اللي هما lipids, proteins, carbohydrates. اول حاجة هنتكلم عنها هي الليبيدز، طبعا دي بتكون باي لير. عندنا نوعين مهمين جدا من الدهون اللي بتدخل في تكوين السيل ميمبرين اللي هما الكوليسترول والفوسفوليبيد. وزي ما احنا شايفين على الشمال ان كل مولوكيول واحد من الفوسفوليبيد بيتكون من هيد عبارة عن فوسفيد، ودي بتكون هيدروفيليك يعني محبة للماء، وتو تيلز ودول بيكونوا هيدروفوبيك يعني عندهم فوبيا من المية او كارهين للماء. فعلشان كده هنلاقي ان الهيدز بتكون مواجهة لبرة بينما التيلز بتكون داخلة لجوه.
مش مقصود ببره وجوه بره وجوه الخلية، لا عندنا الهيدز هتكون مواجهة للإكسترا سيلولار فلويد بره الخلية ومواجهة للسيتوبلازم جوه الخلية، أما التيلز هتكون بينهم وكأن الهيدز دي محوطة التيلز. تاني مكون عندنا هو البروتينز، وعندنا نوعين من البروتينز، انتجرال بروتين، وده بيكون من اسمه مدمج في السيل ميمبرين ككل. أما تاني نوع هو بريفرال بروتين، فده بيكون متطرف، يعني آخد جزء بس من السيل ميمبرين. تالت مكون معانا هو الكربوهيدرات، ودي ما بتكونش موجودة لوحدها، يا إما بتكون ماسكة في الليبت فبنسميها جلايكوليبت، يا إما بتكون ماسكة في البروتين فبنسميها جلايكوبروتين. كده احنا هنكون خلصنا مادة الفسيولوجي من المواد السهلة اللي هتحبوها ان شاء الله، بنذاكرها من كتب مجدي صبري او من المحاضرات، ما أثرتش معانا في حاجة، وبنسمع لدكتور ناجي على يوتيوب.